المقدمة الموسيقية دي كانت معمولة سنة 57 مقطوعة لوحدها. كان سبع عصر ازاي؟ المقدمة الموسيقية دي بالذات كانت كان ملحنها الأول لوحدها؟ كانت 57 لا كان معملها لأغنية كان المفروض يعملها لعبد الحليم اللي هي اسمها بأمر الحب. فاختلفوا مع بعض والموجة زعل من عبد الحليم وكده حصل يعني خلافات فالموجة احتفظ بالمقدمة الموسيقية. هو بيعمل الرسالة من تحت الماء وعمل طبعا بيلحن الكلام الأول وكده وبتاع بذنجل قال له حليم قال له إيه محمد فاكر بأمر الحب قال له آه قال له اسمع بقى أما قال له هي دي أنا عايزة تبقى مقدمة موسيقية. والله عشان أنا كنت بقولك أنا المقدمة دي حاجة متكاملة لوحدها ملهاش علاقة بال قال له هي دي أنا هبدأ بالقصيدة بالمقدمة دي أنا عايزها دي وفعلا عملوها وكان شكل غريب وبعدين ايه الكمانجه كمان الكهربائيه كان اول مره تدخل على موسيقانا